جوه كل واحد فينا خط رفيع ودقيق ما بين الخير والشر، احيانا بيغلب الخير وممكن ينتصر الشر. يتحول الصراع جوانا بين الابيض والاسود. النهارده معانا النجم المتالق دائما، نجم رمضان ونجم كل وقت، ودايما بنستناك النجم عمرو سعد. كل سنه وانت طيب، ومرحب بيك على نجوم اف ام. كل سنه وانت طيبه جيهان، وكل سنه وكل مستمعينا طيبين وبخير. نورتوا، انت اللي منورنا. لماذا قررت العودة للدراما الصعيدية بعد غيابك عنها 6 سنوات؟ لأنه كان في حاجة مغرية عند المشروع، المخرج والمؤلف اللي هو عبد الرحيم كمال وأحمد شفيق. ده اقتراحهم مع الإنتاج، وأنا أحب الصعيدي كمان، فقلت كمان عبد الرحيم قوي قوي في الصعيدي ومعروف أنه عمل تحف يعني، فقلت أرجع بقى للأرض، أرضي في الحتة دي. بحب الصعيد وبحب حكاية الصعيد، وحاسس ان السعيد مظلوم شويه ومش ما بنرصدش علاقاته الاجتماعيه الجديده، فحبيت اعمل ده. ومش اي حد يعرف يقدم الدور ده، مش عارف بقى دي. لا في ناس كتير والله. خليني اقول لك على ايه حكايه السعيد دي. هو الصعيدي او اي حاجه فيها لهجه، مش اللغه او اللغه والحروف هي المهم، مهم النيرف. شخصية السعيدي، شخصية السعيدي ما شخصية زي أي شخصية، زي الفلاح، زي اللي بيعرف يعمل إحساسه ونرفه حتى لو وقع في أخطاء الناس بتصدقه. وعندنا كتير إحنا. كلمنا عن شخصية يونس ولد فضة، وليه اتسمى باسم والدته؟ يونس ولد فضة صعيدي 2016، ده الجديد فيه إنه الصعيدي اللي إحنا بنقدمه، أنا نفسي بنقدمه يعني كلاسيكي شوية، ده 2016. لما يكون لما تروح الصعيد النهارده بتلاقي مفيش حد ما عندوش صفحه على الفيسبوك. يا سلام، والله العظيم محدش ما عندوش صفحه على الفيسبوك وعلى تويتر، وبيتفرجوا على كل حاجه. على فكره مثقفين جدا. فتغيير المجتمع بقى، ازاي المجتمع اتغير؟ انت ممكن تلاقي واحد ماشيه في مكان فقير وفي يعني مكان ريفي، واحد عربيه نقل حاطه جواميس وجنبه بنك وام واقف مطلع الاي تي ام وداخل على البنك يا حاسب. كل المظاهر دي غيرت المجتمع وغيرت العلاقات الإنسانية وعلاقات الحب. بس بقى بينسب لوالدته؟ هو بينسب لوالدته لسبب أنا مش عايز أكشفه، بس هقولك لأنه هي مش والدته، لأنه كان في احتياج ما بين الاتنين وحصل ديل وبيخشوا في مغامرة. هنعرف أسرار لحد الآخر بقى. آه طيب عمرو سعد، لو تصف لنا تعاونك مع سيناريست عبد الرحيم كمال لأول مرة تقول لنا إيه؟ هايل، لانه عبد الرحيم كمال من الناس اللي هي عندها جمله ملهاش حل، يعني عنده حوار رائع، واحنا على هوا بعض يعني، اتناقشنا كتير وافكارنا قريبه لبعض، وهو ذكي جدا، وقعدنا مع المخرج وفكرنا احنا عايزين نقدم ايه على الورق. هو عنده ستوري، عنده حدوته، واحنا عندنا حاجات عايزين نقولها، هو التقطها واشتغلها احسن مما نتخيل. بيضايقك ان المسلسل يكون بيتعرض بشكل حصري في رمضان على قناة واحدة بس وما بيتشافش على قنوات كتير؟ انا للممثل مش حلوة، واقولك بصراحة للممثل احسن انه ينتشر، ده امر طبيعي، لانك بتستفيدي من جمهور كل المحطات ومن اعلانات كل المحطات ومن ازمنة كل المحطات، مواعيد العرض. فيبقى الحصري بيبقى فيه صعوبة شوية عند اللي بيتفرج، لانه في ناس يعني في تنافسية، فعشان يروح للمحطة ويروح للمسلسل لازم يكون شده جدا، فده التحدي. والوقت مناسب بالنسبة له لأنه وقت واحد بس. التحدي هو أنه يروح يصحى من النوم يتفرج على المسلسل إذا كان حلو. طيب لو قلت لك أين يقف عمرو سعد وسط أبناء جيله؟ أقل واحد. عمرو سعد تعب وشقي في حياته عشان يوصل للمكانة اللي هو فيها حاليا. لما بتسمع الجملة دي أول حاجة بتفتكرها إيه؟ أنا طول الوقت في ذهني وفي تفكيري كل اللي تعبته عشان ابقى معاكي دلوقتي. يعني عشان انا بقيت ليا اسم بشكل من الاشكال يعني، فانت كاعلاميه كبيره موجوده معايا. كان زماني بعمل اي حاجه تاني، بشتغل مهندس، بشتغل صنايعي، بشتغل اي حاجه كويس. فطول الوقت بفكر في ده، لان لو غاب عني بصراحه يعني، لو غاب عني ده بخسر، ولما غاب عني احيانا كنت بخسر. لازم بفكر طول الوقت في الناس اللي هم ادوني جواز المرور عشان ابقى موجود. يعني انا بحس انه الشخصيات المشهوره والممثلين اللي بتقدم دراما، ان الناس هي اللي بتدفع من جيوبها تذكره، مش يعني مش بقولك نظره رومانسيه كمان، واقعيه. هو بيدفع من جيبه عشان يخليك موجود وعشان تكسب. هو اللي بيديني اجري، عشان هو اللي بيديني اجري وبيديني وظيفتي، لازم ابقى هو في ذهني نرضيه وابسطه، ومش بس كده
احط ايده على الحاجات اللي بيحلم يقولها للناس اللي فوق. ده طول الوقت بفكر فيه. وان غاب عني بخسر كتير، عشان كده بحاول استمد طاقتي من اللي انا مريت بيه ومن الناس كمان. احيانا بعمل حاجات كده، ان انا بنزل، يمكن مش موجود على الاعلام كتير بس موجود، مثلا ممكن اركب فجأة المترو، ممكن الناس يلاقوني في اي مكان. ليه سبت هندسة ديكور واتجهت التمثيل؟ ايه اللي حصل؟ اللحظة الفارقة دي كانت ايه؟ انا في ذهني كان من وانا في الكلية في المسرح بفكر في التمثيل، ومن وانا في ثانوي كمان بفكر في التمثيل. لما تسألي الطلبة بقى لما بيكونوا في المسرح وبيخشوا في موضوع التمثيل ده، بتبقى حاجة يعني زي الإدمان، انه مش قادر يتخيل نفسه غير انه ممثل او جوه الحكايه. كانت في الاول بالنسبه لك تجربه يعني، وبعد كده ادمنتها؟ كانت في الاول تجربه. انا اصلا بصي، انا حاولت اعمل حاجات كتير قوي، ويمكن هقول لك بقى لاول مره. يعني من وانا في اعدادي فكرت اكتب شعر. عندي كده ميول فنيه وانا برسم كويس كمان. ليه بقى ده؟ ليه؟ لان وانا طفل كنت ما بتكلمش كتير، وكنت الناس بتفتكرني غبي. كان الناس تفتكرني غبي متأخر، ما بتكلمش كتير، كنت هادي شوية. فكان في المدرسة، فأنا كنت عايز أكسر ده، وأحب أسجل كل حاجة بذاكرة فوتوغرافية كده وأشتغل عليها. كنت برسم وحاولت أن أنا أمثل من وأنا في المدرسة وفشلت. وبعدين دخلت الجامعة، أول ما دخلت فين؟ أول يوم اشتركت في كل الأنشطة، الرسم والأسر والشعر وأي حاجة رحت داخل فيها كويس. عايز يعني ما دخلتش محاضرة، لأ ده اشتركت في كل شيء. وبعد ما دخلت على فريق المسرح لقيته منهار ساعتها في الكلية شوية، فقلت أنا أخش أساعد في، أن أنا عملت دور صغير قوي، وكده دخلت شوية شوية لغاية ما بقيت بطل الفريق. ومن ساعتها بقى لما نروح المسرح بقى ونروح مثلا مشاريع معهد السينما وكلام ده، فحطت في مخي اني لازم ابقى ممثل. ممكن اسال، عمرو سعد ظلمك المخرج العالمي يوسف شاهين؟ ليه؟ بس يمكن من غير ما يقصد. ازاي يعني؟ انا اشتغلت معاه لان ما يعرفش يعني كويس. انا كنت داخل معاه، هو ظلمني وفادني، خلي بالك فادني جدا جدا. لانه انا كنت داخل، كنت لسه في الجامعه وكنت واثق 100% يعني لما وصلت لي، وانه اختارني عن طريق صوره، ان انا هبقى بطل وهبقى نجم بسرعه جدا. وكان ساعتها كان في زملاء كتير، خالد النبوي وهاني سلامه في الوقت ده كانوا بقوا نجوم في فيلم واحد، فده اللي عنده العصايه السحريه. فكنت حاسس انه خلاص انا كده وصلت للنهايه. لما فشلت معاه، انا بعتبره يعني نوع من انواع الفشل، ان هو ما دخلت وشلني في المونتاج، كنت داخل على ان ابقى بطل يعني كويس، او هو كان شايفني كده ساعتها. وبعد كده اتشلت في المونتاج واحبطت احباط رهيب يعني، مشيت يعني كنت متخيل بقى انا مركز انه السنه اللي جايه هبقى على افيشات في مصر، فجاه لقيت نفسي في الشارع، محدش في العالم يعني عايز ايه يعني طبعا. وعمال اقول بقى ايه والاحاديث الصحفيه. بحضر نفسي. لا انا مش هكلم حد. كويس، انا هعمل مؤتمر. لقيت نفسي والله يا جان، لقيت نفسي مفيش غير مره واحده بس في جورنال كانوا بيعملوا حاجه اسمها نجوم بكره، بيجيبوا الفاشلين بس. فحيك على قراءتك والله العظيم، لانه مش لاقيين نجوم كويس، فبيقدروا يشوفوا صف اول، صف تاني، صف تالت، وبعدين يشوفوا بقى مين العيال، صف تاسع، يشوفوا مين ايملوا البتاع كويس. فلانه هو مش نجم النهارده، فبيقولوا هيبقى نجوم بكره. فلقيت ايه، فوسط بقى يعني ناس يعني ما اقولكيش، عامل لك مؤتمر صحفي لوحدك. لا دول اصلا جابوني. وبعدين للحظ يعني ان انا دخلت ساعتها كان في امن، فالامن عمل معايا موقف غريب جدا. اول ما شافني كده راح بص لي وبرق قوي، حسيت انه عارفني، وبعدين قال لي امر. انت مين؟ كويس، قلت له انا جاي عشان قابل الاستاذ عاطف وبتاع. قال لي خير، قلت له عشان نجوم بكره. قال لي شكلك مش غريب عليا كويس، انت اسمك ايه؟ قلت له اسمي عمرو سعد. قال لي شكلك حاسس شفتك. قلت له انا ممثل. قال لي مثلت في ايه بقى؟ احكي لي بقى، تقعد جنبي هنا واحكي. مش مثلت، طلعت في ايه بقى؟ طلعت. المهم قعدت اعرق طبعا، حطمني كويس. وبعدين في الاخر قال لي ايه، بص يا محمد محمد ايه، استنى تحت في الكاميرا. رحت ماشي مروح
اول لما قالك يا محمد طبعا حسيت ان هي بدات كده يعني كمان يا ابني مش عارفني يعني مش عارفني جوه انه مش عارف يعني مش عارف لما قلت له اسمي مش عارفني كمان فمش مره عمرو الليسي نفس الحكايه لا عمرو الليسي كان بيعمل جنون اسمه الخميس عمل معاه موقف ظريف قوي انا احبه جدا عشان الموقف ده موقف انساني جدا انه برضو كان عنده جورنال اسمه الخميس بيوزع مثلا 4 نسخ الخميس ده كويس قلت مش مشكله اروح اعمل الحوار والم النسخ اللي في سوق ام 4 بتاع 3 جنيه كويس وامشي بيهم رحت رايح عملت مع الصحفيه حوار وبعدين هو قابلني كان رئيس التحرير بقى وصاحب الجورنال فهو كان الحقيقه يعني شخص لطيف بصراحه اتعامل معاه كويس جدا وقدرني كده وهو ما يعرفنيش ولا حاجه وحس وقال لي ان شاء الله هتبقى كويس وقعد يكلمني شويه وبعدين كان معاه لن انسى الموقف ده كان معاه 4 تذاكر لعرض مسرحي في مسرح محمد فوزي مسرحيه اسمها شقاوه فهو ماشي فزار مش هيروح فقال لي بص انا عندي ليك هديه دول 4 تذاكر صف اول استغلبني كده كويس والتذكره ب 200 جنيه اجره المشوار كويس خد التذاكر دي. ونزلت انا بقى ايه كنت بقعد على قهوه كده في وسط البلد ومش عارف اعمل بيهم ايه يعني بصراحه مش هخش المسرحيه فجي واحد صاحبي قال لي ازاي المسرحيه دي عظيمه ده احنا لازم نخش المسرحيه دي ده تذاكر غاليه ابن الذين هتضيعها علينا فاحنا 2 خدنا واحد تالت اسمه هاني صاحبنا وبعدين بقينا 3 واحنا ماشيين بالليل متاخر فخارج من على لقيت راجل الجزمه بتاعتها بقى بلمعها انا لقيت واحد واقف يلمع جزم في الوقت ده فجيت وقفت ألمع الجزمة معاه وبعدين قلت له لن أنسى أنا اتعلمت منه حاجة ولمعت الجزمة قلت له أنت إيه اللي مقعدك دلوقتي هنا قال لي يا بيت الدنيا للمحظوظين مش للحسابين كويس قلت له أنت بقى محظوظ وحساب قال لي ابن كلب حساب طبعا بدليل أن أنا قاعد هنا قلت له أنت هتخش معايا المسرحية المسرحية قوم خد الصندوق ودخلنا احنا 4 اتفرجنا على المسرحية كانت حلوة احنا ضحكنا بس عكس الجمهور طيب عمرو سعد ليه مش بنشوف لك عمل سينمائي بقوة حين ميسرة بص اقول لك على حاجة بصراحة دايما الافلام اللي هي بتبقى نجاحها ضخم كده هو تشوفي بقوة في بقوة ما نجحش نجاحه ده عشان نبقى ادق في بقوة ممكن يكون افضل سينمائيا بس ما نجحش نجاحه لانه في اعمال بتبقى حد فصل اصلا في السينما انا مش بايدي ده اتعمل الفيلم ده غير السينما ده الواقع اللي حصل ان هو خد السينما في اتجاه وصعد بعد كده سينما اللي سموها سينما الشعبية والعشوائية في العصر اللي احنا فيه كويس فالنجاح الهستيري الكبير ده واهتمام الاعلام والتذاكر والناس وكل ده حسسك انه مفيش زيه كويس لا هو في زيه بس هو ساعتها عمل حاجة وده رزق بتحصل في افلام في التاريخ ومش كتير يعني كل ومش شرط على فكرة في افلام بسيطة وضعيفة غيرت السينما ده كان من ضمنهم خلي بالك من زوزو خلي بالك من ذا فيلم كبير كويس بس في افلام اصلا بسيطة وتافهة غيرت السينما بالمناسبة بس مش هقول لك هي ايه كويس بس في افلام غيرت السينما وعملت موجة كويس والفيلم ده عمل موجة فعشان هو عمله هو وقف في ذهننا كلنا نقول الفيلم ده ليه ما فيش زيه انما دكان شحاتة مثلا احسن منه كفيلم يعني ممكن يكون انا كممثل افضل كويس القصة الانسانية وانا بعتبر الافلام اللي عملتها انا بعتبرها افلام ممكن تبقى يعني يمكن حتى حين ما صار لسه ما كنتش ناضج كده اول بطولة ليا كويس بعد كده حاسس انها اتحسنت وبقيت افضل بس ما تحسبيش حين ما يصار يعني ما تحسبهوش لانه ده فيلم فارق السينما اساسا المصرية بعد ما تعاقدت حاليا مع المنتج هشام عبد الخالي على بطولة فيلم جديد ده بيعتبر بالنسبة لك تخلي عن محمد سبكي لا خلاص محمد سبكي ده حبيبي لا لا انا التوقيع ده بتاع هشام كان من قبل كده من بدري شوية كويس بس جات الصدفة ان احنا اعلننا عنه ومحمد السبكي انا بحترمه وبحبه وبعتبر انه سينمائي مهم بغض النظر عن كل اللي بيتقال عمرو سعد بيتقال انك دايما بتجامل احمد سعد في اي عمل ليك وبتخليه يغني فيه دايما بقى صوت زي احمد سعد يتجامل احمد سعد صوت يعني انا شهدت فيه مجروحة بس الجميع عارف انه هو مطرب يعني ناجح جدا وبحبك يا صاحبي شوفي بحبك يا صاحبي عامله النهارده واحنا بنتكلم كده عدت 2.25 مليون في ايام هو ظالم نفسه هو فين هو ما بيظهرش غير معاك تقريبا لا هو بص احمد اصلا على فكره ان احمد لما اجيبه يعمل اغنيه بجيبه بصعوبه ده اللي انت ما بتعرفش تلاقيه ولا وكمان اوقات الانتاج هو اللي بيقول يعني انا ما بتدخلش قوي بالمناسبه في انه انا عايز احمد ده غير صحيح احمد مطلوب في الاغاني الدراميه جدا كويس فيجي الانتاج يقول انا عايز احمد يلحن اغنيه او عايزه يغني اغنيه
كويس يا جماعه مش احمد هيختفي كويس عايزين الانتاج فبيجيبوه كويس. بساعات بيبقى هو مثلا هو نفسه مرتبط باغنيه تانية اوقات ويقول لك انا مش هقدر اجيلك وساعات يقول لك انا هجيلك خاصه هو بيعمل اغاني مسلسلات كل سنه كتير واغاني افلام يعني بس له نجاحات كبيره حتى هو عامل كان اغنيه الشبح برضو من الاغاني اللي عامله نجاحات كبيره جدا جدا. سؤالي الاخير ليك مشهد ابيض واسود من زمن الجميل بتفتكره وحابب نفسك ان انت كنت تقدمه او تكون موجود وقتها وتقدم المشهد ده يعني. انا من وانا صغير سعيدي مشهد سعيدي ولا ايه لا لا بحب عمر الشريف مفيش حد ما قالش عمر الشريف مفيش حد تاني غير عمر الشريف لا اصل هو عمر الشريف كده ايه في الابيض واسود تحس انه نموذج كويس مفيش غيره وبس في في دور كنت اتمنى اعمله اناوي دور اناوي اللي عمله يوسف شاهين كنت اتمنى اعمله اللي هو في باب الحديد بس عمر الشريف في الحاجات اللي فيها خفه انا حبيته قوي يعني انا احب اعمل عمر الشريف في اشاعه حب يا ده يمكن من اخف ادواره انا احب حسيت انك هتختار دور تقيل ودسم او سعيدي او حاجه كده يعني. لا لا تقيل ايه هو اصلا مش هتلاقي خلي بالك ان التمثيل ها والناس بتخاف تقول ده بيتطور يعني في ممثلين دلوقتي افضل ممثلين اللي قدام في دلوقتي والصناعه هي اللي ما بتتطورش يعني عكس اللي بيحصل في العالم السينما في العالم عماله تتطور كصناعه والتمثيل بيتطور والاجيال اللي موجوده في امريكا النهارده في منها اقوى من الاجيال التمثيليه انك بتوصل لتجربه انسانيه اكبر وانك بتدرس الاجيال اللي قبلك بس احنا عندنا اولا النماذج بتاعت شكلهم رائع كاريزمتهم عاليه جدا الصناعه هي اللي مش خادمه بس الجيل يعني لو في مخرجين زي عايز دينزل فكار وفاطين عبد الوهاب وهنري بركات يوسف شاهين وصلاح ابو سيف ده احنا كنا نعدي. نشكرك النجم عمرو سعد على وجودك معنا النهارده في ابيض واسود كل سنه وانت طيب رمضان كريم ويعني مش قادر اقول لك انا مبسوطه بالحلقه دي الله يخليكي وانا كمان.